ما هو السيلرز كونسيشن؟ السيلرز كونسيشن هو مبلغ من المال اللي بائع البيت ممكن يعطيه للمشتري حتى يساعده بالكلوزنج كاست. هذا المبلغ لا يتعدى 3% للكونفشنال لون و 6% للفيتري لون. هذا المبلغ ممكن تستخدمه للكلوزنج كاست بس مو من الممكن ان تستخدمه للداون بايمنت. الكلوزنج كاست تشمل ضريبة البيت، تشمل انشورنس البيت وانشورنس عقد البيت، وحتى ممكن تشتري بيها النقاط حتى تنزل من فوائد القرض.